السلام عليكم خوتي خواتاتي، داخل المغرب خارج المغرب، كي دايرين؟ بخير. كنسلم عليكم اخوتي داخل المغرب وخارج المغرب، وكنقول لكم اللي عنده والديه يا ربي تخليهم ليه، واللي والديه مرض يا ربي تشافيهم ليه، واللي والديه ماتوا يا ربي ترحمهم ليه. خوتي وخواتاتي، فقت هذا الصباح على واحد الخبر كيضرني في القلب، ان صاحبتي الفاسيه المنتقده ماتت الام ديالها هذا الصباح مع 10 الصباح. يا طلبوا معها اخوتي يا ربي تشاف، يا ربي تلفت ما بقيتش عرفت، لان الموت ديال الام انا اللي حاسه به، وانا اللي حاسه دابا باش كتحس الفاسيه. يا ربي اخوتي، يا ربي تثبت موت الفاسيه المنتقده على السؤال، يا ربي ترحمها، يا ربي تجعلها من اهل الجنه يا سيدي ربي. يا ربي اخوتي، كنطلب منكم كلكم اخوتي اصحاب القنوات، عزيوا لي صاحبتي الفاسيه المنتقده، لان راه ما كاين ما اوعر من الوفاه ديال الوالدين. يا ربي ترحمهم، يا ربي ترحم لها ميمتها، ويا ربي يا ربي. وهاد الموت اخوتي ديال ام الفاسيه المنتقده اللي جا فهاد النهار اليوم مع الصباح، الفاسيه المنتقده تا هي مسكينه مريضه في واحد الحاله خطيره، وجا هاد الخبر ديال امها انها توفات. كنقول لك اختي الفاسيه المنتقده قلبي معاك، والله يرحم لك ميمتك، والله يعمل ربي تبت على السؤال، يا ربي تبت على السؤال، ويا ربي تبت على السؤال، ويا ربي ترحمها يا ربي. خوتي وخواتاتي اللي عنده والدي الله يخليهم ليه، واللي ميت الله يرحمهم ليه. فازية المنتقدة اش غادي نقول لك اختي، ما بقيتش عرفت كيفاش غادي نعبر لك في هذا الفيديو، لان انا اللي حاسه بالوفاة ديال الام، انا اللي مات لي امي، وانا اللي عرفت شنو هي الوفاة ديال الام. شي حاجه اللي هي صعيبه، ما كيقدش بنادم يتقبلها، ما كيقدش بنادم يستوعبها. ولكن كنقول لك اختي الفازيه المنتقده، كنتمنى لك انك غادي تصبري 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 تصبري، ودعي مع اختي، دعي مع ميمتك يا ربي ترحمها، يا ربي تبت على السؤال اخوتي. وكنعزيك اختي الفازيه، وكنعزي خواتاتك كاملين، وكنعزي خوتك مساكن اللي قاطعين كاينين في اوروبا، وشوفوا اخوتي ما ساعدتهمش مساكن الوقت باش يجيو، دابا ساقوا الخبر اليوم وممنوع الحدود مسدودين. كنقول كل واحد في الغربه احسن عوانو الا سمع خبر والديه ماتوا، كيفاش غادي يدير ويدخل المغرب زعما؟ يا ربي تحيد علينا هذا الوباء، هذا الوباء علمنا بزاف، دارينا الحباب ديالنا بزاف. اش غادي نقول لكم، أم الفاسية المنتقدة فايتك دارت معاها واحد المرة، الله يعمرها دار، الله يرحمك خالتي، الله يرحمك خالتي، الله يرحمك، والله يوسع عليك ضيق هاد القبور. اش نقول لكم اختي، اليوم ملي هاد الصباح هذا ملي الفاسية اتصلت بها وعرفت بان ما ماتت، وهي منهارة الفاسية في واحد الحالة خطيرة، منهارة زادت تعاود تاني بحال يلاه ماتت لي امي اليوم. كنقول لك اختي الفاسية المنتقدة، الله يرحم لك ميمتك، يا ربي ترحم عليك، يا ربي ترحم عليك، يا ربي تلاقيها مع امي وبا في الجنه يا رب. اللي عنده ميمته ميت عليها، والدي ميتين ليه، الله يرحمهم ليه. اوعر حاجه في الحياه هما الوالدين يموتوا اخوتي، اختي وخواتاتي اسمعوا لي، طلعت بهذا الفيديو كنعزي فيه صاحبتي، صاحبتي الفازيه المنتقده.